بقيت شفتهم برشا برشا مش مقتنعين، واللي تسألوا يجاوبوا بجواب مش مقنع. اش بيك علاش ما تصوتش على اللي يقول لك ما يهمنيش؟ معناته ماهوش عارف شغل انتخابي، مش عارف اللي هو واجب وتر. برا اعطي رايك، اختار اللي تحبه وعندك الوقت. شيء سيرتو شباب كبار ماذا بيهم؟ الحرب هذه هذا حسب ما شفته انا، هذا اللي اسمع فيه انا. وبرشا انتريسي، برشا ناس يستنوا في نهار الانتخابات. تعبنا شويه فهمني، البارح الصباح من 3:30 جاونا سنادخ، يعني واحد خير ما رقدتش انا من 8 تاع الصباح تاع البارح، انت ما رقدتش انا بعديها كمني. وزيد فما مشاكل اخرى، يعني فما لي بادج نتاع عيانة ورؤساء المكاتب ما فماش. جاب ربي جابونا هذه اسمها الصدريه، يعني اللي يعني سلكنا ربنا خاطر نحس تويكا فما برشا نقاص. 2011 جابونا من قبل بنهار، من نص النهار جاو سنادخ، وكل شيء منظم، بادجويت مريق، كل شيء مريق. طيب كنت اخذت شر، ما عندهمش بادجويت شر المكاتب. انا بدي رئيس مركز ما عنديش، كمش صدريه هذيا. انا تولي شوفني قلت تابع لي زي هذيا، ماهوش رئيس مركز. اي بيعي النظر، اي بيعي شد مشومك، يجي مشومنا هذا بقى. معناتها النهضه مشومه؟ النهضه كانت مشومه، توا بيعي شو تحصلنا وضعنا ومريق. تعاودوا انتخبوا حزب اخر، يعاود نستنوا لاني استنى 4 سنين اخرين باش تحصل. بديت في مشروع هتكمل. كلام مربوح. بالنسبة للصعوبات ثم شوية قلة وعي من المواطنين. وكي نقول المواطنين راهو جميع المستويات، سواء المثقف والمتعلم والمتحصل على إجازة والمحامي، كلها ناقصة وعي. مش حتى المواطن العادي البسيط الأمي ما يعني ما نجموش ننقدوه هذاك. صارت بعض الإشكاليات مع الناس من الفئة هذه، فهمتني؟ شنو هي الإشكاليات؟ الإشكاليات يشحنوا الجو، يعملوا مشاكل في الصف وبلبلة باش يشوشوا العملية الانتخابية ويشوهوها. صارت مع محامية ورفعنا فيها قضية لكل جمهورية، فهمتني؟ خذيت البورتابل بعد ما نخبت كعضو كما كناخب، خرجت وخذيت البورتابل وتصور في الصف غاديك على أساس الدنيا مش منظمة، واحد ولا في بليس والفيسبوك اللي هو ممنوع، لأن كي جيت نحكي معها عطتني بطاقة تعريف اللي هي محامي، ممنوع عليها. محامي تصور مهما كان صفتها يلزم بطاقة تعديمات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش تنجم تدخل تصور. أي في ولاية تاري أنا جيت خلوني برا حاب نخلو كهو سيتو هم اللي صرت ننتخب تحت شهر مراوح مش نعم. و 2011 وين انتخبت؟ داريانا هوني لهنا. طبيكم بعد نحب نخلو مش عارف وين الحكاية سيتو هذيك هي الحكاية. رايك يا مراوح بك نفس المنظومة تاع بن علي زيون توس واحد يندب على تونس باش تقافوا شوية سي فري ولا؟ شنو الحكاية هذيك يكذبوا علينا يقول لك واقفين وعاملين وكل شيء في الأخر فهمت ولا البيروات مسكرة والحبار ما فماش؟ كنت سي مانك دورغانيزاسيون ولا سي فولو؟ والله سي فولو، فما حاجه فولو خاطر قويين، فما ناس قويين قاعدين يتبلش. Non, rien du tout, tout s'est très bien passé. L'affluence, il y a eu combien de personnes? Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus voter. Au moins 70% déjà. Au moins 70%, ouais, il n'est que midi, voilà. D'accord. Anna, je ne dirais pas dépassement, je dirais un problème d'organisation. Donc les listes n'ont pas été affichées parce que bon, elles sont, il y a beaucoup de papiers et on n'a pas prévu d'endroit pour les mettre. Et donc ça n'a pas été affiché donc devant aucun des bureaux. Voilà, le taux de participation, je pense, il est très bon. Anna, j'ai dit 7 ans par semaine, il y avait au moins 25 à 30 personnes, déjà à 6 heures du matin. Et à l'ouverture du bureau de vote, il doit y avoir 800, 900, à chaque quelqu'un. Ah, bye.
الحزب على رئاسة الحزب. نتاعو شو يعملوهم؟ اولا التنميه، ثانيا الارهاب، والمهم تريد الدنيا. دونك على البرنامج اساسين على البرنامج واحد يخدم وتريد الدنيا وما تماش ها حزب يطلع لفوق ها واللوطه وكيفاش وما نعرفش شنو تريد. كل الاحزاب الكل تتفق مع بعضها في الكلمه. وقتاش انتخبت اليوم في الصباح؟ الصباح مع بيقيتها؟ ما ليه مع بيسري مع بيها؟ والله الصباح صف تويليز. هاي به أسلم. أسلم انتخبت أنت ولا؟ انتخبت. هاي به عشان تمت والله احنا توفى الفترة ذي انت أكثر من 3 سنين نشوفه نتبع في الأخبار ونشوفه برامج انت على الأحزاب. اعتمدت على الحزب اللي الواجهة نتاعو تظهر للمواطن أحسن وكهو. انتخبت أنت 2011؟ انتخبت في 2011 وعودت سنة. وعودت سنة. قولي انتخبت اليوم أنت ولا؟ لا العشية. العشية باش تنتخب؟ هاي باهي. تعرف شكون باش تنتخب؟ هاي نعرف. على شنو اعتمدت؟ على البرنامج السياسي نتاعو ولا على؟ لا على السياسة القديمة بكل. سياسة قديمة بكل؟ بكل بكل الباجي خايد السبس. صباح الحسابة. انتخبت اليوم ولا؟ اي هاي باهي. على شنو اعتمدت باش تختار حزب على حزب آخر؟ est-ce que sur un programme politique la personnalité d'un leader pas la possibilité c'est le programme politique du parti auquel j'appartiens c'était le حزب الجمهوري d'accord avec Mayez Jribe.